كان التانغو في يوم من الأيام يملأ كل رومانيا، لكنه دخل مرحلة النسيان خلال حقبة الحكم الشيوعي. لكن العديد من الرومانيين في العاصمة بوخارست يستعيدون شغفهم برقصة الحب هذه، وهم يقولون أن جذورهم اللاتينية تجعلهم على علاقة طبيعية مع هذا النوع الفريد من الرقص. الإبداع، انعدام القواعد، التركيز على الارتجال هي خصائص ثقافية يفخر بها الرومانيون ونجدها أيضاً في التانغو. من المبتدئين في رقص التانغو إلى أصحاب الخبرة، يمكن لمحبي هذا النوع من الرقص أن يتدربوا على خطواته في معظم ليالي الأسبوع خلال دورات تدريبية غير رسمية. وفي السنوات الأخيرة ازداد عدد الراقصين في بوخارست من رقب لا يتعدى أصابع اليد الواحدة إلى 500 راقص من خلفيات اجتماعية متنوعة. ومن بين هؤلاء تيودورا، التي تقول أن شغفها بالتانغو يزداد بعد سنة من تعلم قواعده. أشعر بأنني خفيفة الوزن وكأنني أعوم. إنه نوع من النشوة التي لم أشعر به إلا في طفولتي. إنه شعور بالحرية والاستمتاع بأمور بسيطة. عندما أغادر هذا المكان أذهب مع ابتسامة عريضة على وجهي. انتشار شعبية التانغو في رومانيا من جديد يعود الفضل فيه إلى بعض المغنين الذين استعادوا موسيقى التانغو على المسارح من جديد في الأعوام المنصرمة. عانيت كثيراً لأن التانغو كان منسياً ولا أحد كان يفكر به. كان لدي انطباع بأن التانغو مثل ملك تم خلعه عن عرشه وترك وحيداً في الزاوية. أردت أن أنقله إلى منحى مختلف. هذه المغنية وغيرها من محبي التانغو على اقتناع بأن عودة هذا الفن إلى رومانيا ليس مجرد افتنان عابر ثم ينتهي، بل عملية مستمرة.